ليه اتفرض عليك دايما انك تهتم؟ انت عاجز عن الاهتمام بشكل عام. انت عارف ان مفيش فرق ما بين الشيطان واليأس، ومفيش فرق ما بين الشيطان والعجز او الاكتئاب. ما سألتش نفسك هو احنا ممكننا العلاج من فقدان قيمة الذات؟ ما سألتش نفسك هو احنا فعلا ممكن نقدر نتعالج من مشكلة فقدان قيمة الذات؟ ان الصفات الشيطانية هي الشيطان نفسه، الحزن، الهم، الاكتئاب، الاحباط، الهزيمة، المستحيل، الصعب، الواحد ده، العزلة، الاستسلام، التراجع والانسحاب والكسل وشعور استنزاف الطاقة وضعف الارادة، الاهمال، التوتر والارتباك وتشاؤم والايمان بالفشل والخيانة والشك والوسواس الخناس واللهو والنسيان واللاهي والناسي والمتفاخر. جميع المشاعر السلبية بدون اي استثناء هي نفسها الصفات الشيطانية، وهي نفسها شخصية الشيطان الحقيقية. والتفسير اللي ما بيأثرش فيهم، والتفسير لكل شخص بيأثر فيه المشاعر السلبية اللي ذكرناها واللي ما ذكرناهاش. مدام انت متأثر بنوع من المشاعر دي، فانت بتعاني من حالة مس شيطاني. وسبق واحنا شرحنا ايه هي الصفات الالهية، وان انت اول ما بتكون موجود في الدنيا، وان انت من بداية حياتك وانت طفل بتكون حامل الصفات الالهية، البراءة، عدم القدرة على الكذب، الهدوء. لكن بعد الوقت بتتطور من احداث حياتك ومن تفاعل الشيطان معاك لغاية ما تكون حامل للصفات الشيطانية اللي احنا ذكرناها. والارتباك او التوتر او التشاؤم او ايا كان ما هي الا تجسد للشيطان. وفكرة ان يكون عندك جزء من وعيك متأثر بالصفات الشيطانية او الطاقة السلبية الناتجة من تأثير المشاعر السلبية اللي هي مأثرة عليك، يعني لو كنت شخص متشائم او مؤمن انك فاشل او غير مقدر قيمة لذاتك، ده في حد ذاته معناه ان الشيطان مأثر عليك، وان الصفات الشيطانية ما هي الا صورة من الشيطان نفسه، ومفيش فرق بين الصفات الشيطانية والشيطان. وده اللي هنحاول نثبته مع بعض الان، ان المس الشيطان ممكن انه يصيب الانبياء. المهم عند تعرض الانسان للمس يجب عليه ان ينادي ربه زي ما عمل الانبياء والاولياء الصالحين، وان مس الشيطان مصدر الاذى والمرض والعذاب، وان مس الشيطان مصدر للاذى والمرض والعذاب لما بيقرب للانسان. صدقني يا عزيزي المشاهد، مفيش منا انسان معصوم من مس الشيطان، ولو انت شفت انسان معصوم من الاخطاء هتشوف انسان معصوم من مس الشيطان. مهما كانت قدراتك الروحية وعلمك، مش هتكون متفوق عن قدرة الانبياء المتصلين بالله والملائكة. ما تنساش ان التفاخر الكداب ما هو الا صفة من الصفات الشيطانية. وزي ما انا بأكد عليك ان مفيش فرق نهائي ما بين الصفات الشيطانية والشيطان نفسه. وفي سورة الانبياء من الاية 43 للاية 48 لو اتأملت فيها هتعرف ان الكسل، هتشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ربط الشيطان بشكل مباشر بالضرر. وتكرار الآية في سورة صاد وسورة الأنبياء لتوضيح ان مفيش فرق ما بين الشيطان والضر، كل انواعه، مرض، تعب، ضلال، حزن. زي ما شرحنا ان كل الصفات الشيطانية مفيش فرق ما بينها وما بين الشيطان. ودلوقتي انت عرفت ان الكسل شيطان، الضرر شيطان، الضرر بكل انواعه ما هو الا انواع من الشياطين، الحزن شيطان، الهم شيطان، الغضب، الضعف، الإرادة، الغضب، ضعف الإرادة، الإهمال، التوتر، التشاؤم، الفشل، الوسواس، الإحباط، والخوف. وجميع مشاعرك السلبية هي وسيلة اتصال مباشر بالشياطين حواليك. وانا شرحت قبل كده ان مصدر القوة عند الشيطان هو مشاعرك السلبية اللي انت بسببها بتنتج ترددات من الطاقة بيفيد من وجودها، بيستفيد من وجودها الشيطان عشان يأثر عليك ويتغذى عليها. وانا شرحت قبل كده ان تأثير الشيطان على الانسان بدايته هي افكاره، فما في شك انه يعيد تكرار حالات
حياه المس الشيطاني ليك، لان ده سبب العقل الباطن اللي بيكون في نظام التكرار، تكرار مشاعرك اللي انت متعود تكررها او تكرار عاده بتسبب تاثير سلبي عليك زي العاده السريه، او تكرار احداث حياتك اللي بتخليك في دايره مغلقه. وفي سوره يونس الايه 12 هتعرف ان كلنا ممكن ان احنا نتعرض لاي مس شيطاني، رغم ان كلنا بداخلنا الصفات الالهيه، وده بنعرفه بطريقه تلقائيه من البلاء والشد لما بيكون عندنا مشكله نعجز عن حلها. كل اللي بنقدر نعمله بشكل مباشر من جوانا ان احنا ندعو الله لخروج البلاء منا لتجنب مشاكلنا، وبنشوف احيانا تحويل البلاء، تحويل مشاكلنا من شيء مضر لينا لشيء مفيد لحياتنا. ده ممكن يحصل في حالة الرجوع الى الله ونداءه. بيحاول الشيطان النسيان انه يجعل الانسان في غفلة في كل اللي بيحصل له، ويخليه كأنه مفيش اي حاجة ايجابية تحصل في حياته، مفيش جديد من الاساس، لان شيطان الغفلة او النسيان يجعل الانسان هدفه انه بيجعل الانسان يغفل عن نفسه ووقت وحياته لغاية ما يوصل الى مرحلة الاسراف، حتى يصل الى مرحلة الاسراف وتبدأ تبرر لنفسك ان انت بتعمله ده نتيجة كذا، او سبب غفلتك كذا، او انت ضحية من ضحايا المجتمع. فاي حاجة انت بتعملها انت بتبرر الشيطان في انه سبب في غفلتك ونسيانك. وما تنساش يا عزيزي ان احنا السبب في كل حاجة بتحصل لحياتنا، سواء بارادتنا بشكل مباشر او غير مباشر، وده شرحته كتير، ان احنا السبب في مستقبلنا. ولو رجعت الموضوع آلة الزمن هتعرف كل حاجة بتحصل في حياتك بدايتها من عندك. كمان مش هتقدر بس انك تسيطر على حياتك، انت كمان هتقدر تشوف المستقبل باكمله، شرط انك تشوف ادق تفاصيل حياتك او ادق تفاصيل الشيء اللي انت عايز تكون منه رؤية كاملة مهما كان. وقدر رؤيتك قدر، كل ما انت تكون عندك معلومات ورؤية في نفسك وفي حياتك، كل ما انت هتكون قادر تتحكم وعارف في مستقبلك، وكل ما انت هيكون عندك رؤية في اي شيء قدامك، كل ما انت هتكون عارف كل خطواته بالتفصيل. تشوف ان الله عز وجل تشوف رسالة مهمة، وهي انك لا تغفل عن انعام الله حتى لا يبرر عقلك غفلتك عن ذكر الله، وابعد عن انك تضل وتؤمن بقناعات خاطئة فتصل الى مرحلة الكفر. والكفر هنا هو انكار الحقيقة اللي انت لو جربتها هتلمسها واقع، زي انك تشكر وان الشكر بيجيب الوفرة واقع، لكن احنا بننكره وتلاقي عقلك يقولك ازاي انت مجرد ما تشكر شيء مش منطقي ان يجيلك وفرة وزيادة من شكرك، ازاي انت لما تدعي ربنا هيستجيب ليك اصلا ممكن يكون ربنا مش سامعك. كل دي من افكار شيطان الغفلة اللي حواليك، هو اللي بيجعلك تنظر للمشاكل انها شيء يعجز عقلك عن تفسيرها، وتنظر الى اهدافك انها شيء مستحيل عقلك ينفذها، فتحس انك انت محطوط في موقف في حياتك تعجز عن تفسيره وتبريره. علشان كده لازم انك تتخطى مرحلة الكفر الداخل اللي جواه، وهو الاعتراف بالحقيقة وعدم انكارها، الحقيقة اللي احنا بنلمسها جوانا لما بندعي ربنا وبيستجاب لينا، وانك تملى قناعاتك وتؤمن ان الاله بعيد عنك، وتبعد فكرة ان الاله بعيد عنك، لان النسيان بيجعل الانسان في غفلة، والغفلة تجعل الانسان كافر، كفر يجعل الانسان ناكر لنفسه ولكل حاجة بتحصل في حياته، لغاية ما يصل الى نكر وجود الاله، ويبقى جواه احساس ان الاله بعيد عنه، وما يصدقش ان الاله قريب مجيب ليه، وبيكون نهايته انه يكون في من اهل الجحيم. وفي حياته ما بيعرفش معنى السعادة مهما كانت مكانتها. وزي ما احنا عرفناك في فيديو العبادة الروحانية والعناية الالهية، انك انت مجرد ما توصل لفكرة الاتصال بالاله وايه الطريقة اللي انت توصل لها بيها، دي في حد ذاتها هتخليك معصوم من حاجتين، عدم الخوف وعدم الحزن، هتخليك دايما مطمئن
مفيش حاجة في الدنيا تقدر تخوفك، مفيش حاجة في الدنيا تسبب لك هم او تزعلك، لانك انت وصلت لفكرة الثقة المطلقة ما بينك وما بين الاله، والاله هيكون دايما عند ظنك. وهنا تعرف ايه هي خطوات الشيطان، وعرفت ان من السهل جدا معرفة مين هو الشيطان اللي متابع معاك. هل هو شيطان النسيان او الغفلة او الاكتئاب الاحباط، شيطان الهزيمة الداخلية، شيطان الشعور بالمستحيل، شيطان العزلة، الاستسلام، الانهزام، الانسحاب، شيطان الكسل، شعور استنزاف الطاقة، ضعف الارادة. هل انت جواك شيطان الاهمال ولا التوتر ولا التشاؤم والارتباك؟ هل انت جواك شيطان الايمان بالفشل، او شيطان اللي بيقولك ان الناس كلها خاينة، او شيطان الشك، او شيطان الوسواس الخناس، او شيطان يجعلك ملهي بالدنيا، او شيطان يجعلك متفاخر ببعض قدراتك وتصدق ان مفيش حاجة، وانك ما تعملش حساب حاجة لغاية ما تقع في ابسط الاشياء اللي ممكن تأذيك. مهما كانت مشاعرك السلبية فما هي الا عبارة عن شيطان معك متابع معك، فهي باختصار عبارة عن شيطان متابع معك. وكل ما عليك انك تراقب نفسك وتكتشف قلبك، وتعرف ازاي قلبك بيكون من افكارك واحداث حياتك مشاعر. هل انت فعلا سعيد في حياتك؟ اذا انت بتعرف ايه هو الطريق لله؟ هل انت مطمئن؟ اذا انت فعلا قريب من الله. اما لو كنت حزين او قلبك بيحمل مشاعر وافكار سلبية، اذا فانت في بداية الغفلة. كل اللي تحتاجه هو معرفة ايه هو طريق ما هو، وكل اللي انت بتحتاجه باختصار هو معرفة ما هو الطريق الى الله. ونحب نوضح ان احنا بنقدر نعمل اقوى طريقة لعلاج جميع المشاكل السلبية، وهي العلاج باكواد الطاقة، عبارة عن فيديوهات بتأثر على العقل الباطن بطريقة مباشرة، بتخليه قادر انه يوقف، بتخليك قادر انك تتخلص من عادات جواك ممكن مش تكون مش قادر انك انت تغيرها بنفسك، وتخليك تتخلص من صفات جواك زي انك تكون حزين خايف، وممكن كمان تزرع صفات ايجابية تقدر تثق، تحفز انك تخليك تثق في نفسك اكتر، او انك انت تكتشف قدراتك بشكل قوي، ممكن تخليك قادر انك تتصدى لاي افكار، تخليك بكل سهولة قادر تغير من نفسك، توقف اي عادة سلبية، تخليك بكل سهولة قادر تطور من ذاتك وتمارس اي صفات انت محتاجها، وتزود تركيزك، تكتشف قدراتك بكل سهولة. طريقة ناجحة جدا ومدة قصيرة جدا للتغيير، ونتيجتها 100%. وللتفاصيل عبر ارقام الواتساب الزهرة قدامكم. وشكرا جدا لمتابعتكم.